خبر مفزع تم نشره خلال الساعات اللي فاتت بوفاة واحد من علماء مصر المعدودين في مجال خطير جدا ومهم جدا، هو مجال الإشعاع النووي. قبل ساعات تم الإعلان عن وفاة العالم المصري ورئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، الأستاذ الدكتور أبو بكر عبد المنعم رمضان. تمت الوفاة أمس في ظروف غامضة في المغرب أثناء حضوره لأحد المؤتمرات اللي تم دعوته ليه من خلال الوكالة الذرية. هذه الظروف الغامضة للوفاة فتحت تكهنات كبيرة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي. هل دكتور أبو بكر مات موتة طبيعية أو أنه تم اغتياله كما اغتيل العشرات من العلماء المصريين واللي قتلوا أيضا في ظروف غريبة، أشهرهم دكتور نبيل القليني واللي اختفى في تشيكوسلوفاكيا سنة 1975، والدكتورة سميرة موسى عالمة الذرة اللي قتلت سنة 52، دكتور يحيى المشد عالم الذرة أيضا واللي قتل في باريس سنة 1980، كذلك دكتور سعيد سيد بدير عالم الاتصالات سنة 89، أخيرا الأستاذ جمال حمدان الدكتور والعالم في مجال الجغرافيا والخبير في استراتيجيات المستقبل واللي قتل كذلك في مصر تحت ظروف غامضة في الوقت اللي تداول فيه بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تصريح للسفير المصري في المغرب واللي قال أنه يتابع القضية عن كثب وأن لا يوجد أي شبهة جنائية في وفاة العالم المصري دكتور أبو بكر عبد المنعم. فيما تداول بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الصورة وتم تداولها في مصر وفي المغرب على حد سواء لآخر صورة تم التقاطها للعالم المصري أبو بكر عبد المنعم ويظهر في إيده كوب من العصير. قال البعض أنه بعد هذا العصير أصيب بإعياء شديد، تم نقله بعدها إلى المستشفى وتم الإعلان عن وفاته بسبب أزمة قلبية. هاشتاج عالم نووي مصري تصدر الترند بعض الساعات من أمس على مواقع التواصل الاجتماعي، منهم ياسمين محفوظ بتقول وفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم في المغرب، وأكد البعض أن آخر ما تناوله العالم المصري كوب من العصير كما موضح بالصورة، وعلى إثرها أصيب بمغص شديد. جدير بالذكر أنه كان مكلف منذ عام 2015 بدراسة تأثير ومراقبة التلوث الإشعاعي لمفاعلي بوشهر في إيران وديمونة في إسرائيل. أما أبو خليل التركماني بيقول إنها بصمات الموساد الإسرائيلي وله تاريخ حافل في قتل العلماء النوويين وخاصة العرب منهم، وهي سابقة قتل كثيرين حول العالم وخاصة في فرنسا التي تساعدها في تعقب العلماء بعد تفوقهم في مجال الذرة. أما محمد أبو صيدة بيقول إذا كنت مصري سوف يتم قتلك داخل السجن وخارج السجن حتى إن كنت خارج مصر. دكتورة سوسن بتقول وفاة العالم المصري النووي أبو بكر رمضان البارحة في المغرب يبدو أنه قتل. آخر تغريدة باخدها من دمير بيقول شكوك كبيرة بالنسبة لوفاة العالم النووي المصري أبو بكر عبد المنعم بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية بمؤتمر بالمغرب، وهو مكلف بمراقبة التلوث الإشعاعي لمفاعلي واحد بإيران والتاني بإسرائيل، ودي آخر صورة للمرحوم وده آخر عصير شربه وحس بعدها بمغص فاضطر يطلع غرفته وترك المؤتمر وتم نقله للمستشفى ومات. هكذا تفاعل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع الخبر المحزن لوفاة العالم المصري في مجال الطاقة النووية والذرة العالم أبو بكر عبد المنعم. وحتى الآن لم تعلن وزارة الخارجية المصرية عن أسباب الوفاة ولم يخرج مصدر مسؤول سواء في مصر أو في المغرب يصرح للعالم ماذا حدث للعالم المصري في المغرب.